محمود نظمي محمد السيد علي عبد الله. سلام يا محمد. نعم؟ بتشتغل ايه؟ عندنا ارض وكده وبشيلها يعني، يعني بيطلع لي مني فلوس فبصرف بيها يعني. بتشرب ايه؟ بشرب حشيش. بس؟ وبن؟ حشيش وبن؟ ها؟ ايه تاني؟ عقاقير ايه؟ مفيش عقاقير. كان الاول تمر و بطلت التمر بقالك قد ايه؟ مفيش، انا خدت يوم الحسن. احكي لي ظروف الواقعة. تمام. في اربع دقايق. حضرتك انا قلت للمدام لبس الاطفال وكده وجبت نازل فكلمني فكلمني اه؟ كنت قلت للمدام لبس الاطفال وكان كلمني سيدي كان جاي ياخد عجله ضحيه عشان يذبحها. فانا قلت ايه؟ فقال لي طيب عدى عليا عشان العيال تتفرج على الجاموسه وكده. فخدت الاطفال ورحنا عينا عليهم وبعدين خدت بصوا على العجله وهي مذبوحه وكده وسلمنا على جدهم وبعدين طلعنا على العيد بتاعنا اللي هو عند شارع العمده في حينا. اتفسحوا شويه وجبت لهم مسدسات وبعدين خدتهم وطلعت على البحر ودخلتهم يتفسح شويه ووقفتهم مع اولاد اخواتي شويه وبعدين جبت لهم بلالين. واحد بيقول لي في بلالتين اهو مش هتاخدها هتشتري منه؟ قلت له هشتري. قلت له واخد البلالين وقمت اديتهم وقمت واخدهم معايا وركبتهم العربيه وطلعت على طريق الجماليه كده وبعدين طلعت على اسكندريه لغايه لما وصلت اخر الطريق اسكندريه فرسطور وبعدين دخلت كده من على الطريق بتاع فرسطور طلعت اكتوبر حضرتك وقمت واخد اول يوتيرن جاي وقمت طالع في ربع اكتوبري وقمت واقف. الكلام ده كان بعد المغرب. فكنت شايل كان في عربيه قدامنا وفي شباب واقفين بس ما كانوش واخدين بالهم من حاجه يعني. قمت شايل الرايان وحدفه وقمت جايب محمد وحدفه وقمت نازل من على الكوبري وبعدين فتحت التليفون قلت له غير متاح. كنت فاتح التليفون وكلمت المدام وقلت لها العيال مش لاقيهم دور عليهم وكلم اخوتي وكلم الناس وكده. اول ما وصلت البلد بقى قعدت ادور معاهم عليهم بحيث ان يبقى في كده. المهم جيت بقى عملت محضر في النيابه وبقالنا يومين متحررين. فجيت النهارده يعني حسيت اللي ايه المباحث هتعرف اللي انا اللي عاملها. قمت واخد نفسي وماشي طلع على كفر صقر كان في واحد معرفه قديم كنت ايه بقعد معاه طيب يعني. فلسه جاي قعدت نمت شويه وقمت ايه مريح له المحل اقعد معاه شويه. قلت له انا ما عدتش قادر التفكير عمال يوديني ويجيب العيال وكده وانا اروح اعمل زي اروح البلد بقى عشان اقعد مع مراتي وكده واطلع على البيت يعني. قال لي خلاص ماشي اللي انت عايزه اعمل. المهم قمت جاي على اساس ان انا اطلع البيت اللي عندي مدرسه اللغات اللي هي استحمى وكده واتطهر وكنت جايب الشفرات معايا بتاعت المواس. حضرتك بحيث ان انا اتطهر وكده واطلع وكده واروح اعمل نفس الوضع اعمل نفس زي ما انا دوقتهم يعني الحاجه دي عايز ادوقها عشان مش قادر انام ولا اتحرك ولا كده. وانت خدت العلم من البيت ورحت الملاهي الساعه كام؟ خدت العلم من البيت على بيت حماتي كان بعد العصر بنص ساعه بالظبط يعني. وبعد كده طلعت على على بيتنا وعلى العيد وبعدين طلعت على البحر. رحت الملاهي؟ اه رحت الملاهي. الساعة كام؟ على الساعة 5 أو 5 قعدت قد إيه؟ قعدت ما قعدتش كتير قعدت لحد نص ساعة ربع ساعة حضرتك يعني. أخدتهم معاك في العربية وأنت ماشي؟ أه أخدتهم معايا في العربية حضرتك. قابلت مين؟ ما قابلتش حد ساعتها كنت أنا ماشي بقى على طول ماشي على طريق الجمالية وأنت طالع. مش العيال كانوا معاك في العربية؟ أه حضرتك. تحتك؟ أه. عربيتك إيه؟ ماتريكس. ماتريكس. والله ماتريكس. مين اللي شافك؟ مين اللي سلم عليك؟ ما حدش قال لي يوم على فين حضرتك في الحديقه؟ اه كنت انا قايل لهم بقى قايل المباحث اللي انا كان قابلني واحد صاحبه وكده كنت عامل فيلم يعني. عملت الفيلم ليه؟ عشان ابعد من على نفسي. طب انت ليه؟ مين حد بيقتل كان حد بيقتل ابنك؟ هو كان شيطان. ليه شيطان ازاي؟ شيطان وزينه وكانت واخد برشام منها برشام ليه؟ فهي الحاجات كده. انت مش مبسوط ماديا؟ اه الحمد لله. طيب. كانوا عاملين لي ازعاج في البيت وكانت انا عندي رسومة المعدة اصلا عندي بقالها سنة
بتخليني اكني عندي 60 سنه فبتهبطني. فهم بيحبوا يخرجوا يلعبوا يتنططوا وكده، انا اشتغل بهبط ما عدتش قادر لهم. انا دايما اقول لمراتي شيل العيال عني عشان ما عدتش قادر. فحسيت ان هم يعني مصدر تعب ليا. انت لك علاقات نسائيه؟ نعم. لك علاقات نسائيه؟ اه كان ليا. حاليا؟ لا ما فيش اصلا. انا بقالي شهر و15 يوم او 10 ايام بعد بعيد عن كل ده عشان مراتي في منها كان زعلانه بسبب الموضوع ده. يعني بعدت عن الموضوع ده كله وبعدت عن اصحابي وبعدت عن كل ده. حد كان معاك في العربيه وانت قلت لنا عيال؟ كنت لوحدي حضرتك. كنت لوحدي حضرتك؟ كنت لوحدك؟ اه. اتصلت بمراتك وانت فين؟ وانا بعد ما نزلت من العنكبري ودخلت الدخله دي عشان امسك طريق اسكندريه السير طريق المنصور، قمت رن عليها فتحت التليفون وقلت لها العيال مش لاقيهم دور عليهم وكده. حسيت بتأنيب الضمير؟ طبعا 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 والله. يا ريت انا اللي عملت في نفسي كده. انت ارتحت وريحت. ندمان؟ طبعا طبعا ندمان.